منزل سانتا في صغرتا. نعم، صار لبابا نويل بيته الخاص بصغرتا. لم يعد الاحتفال بالميلاد هذه السنة مقتصرا على شجرة أو مغارة في ركن من المنزل. شادي الشامي قرر تحويل الفيلا اللي بيملكها بصغرتا بكاملة إلى منزل لسانتا كروز أو سانتا كلوز، ويعني بابا نويل، ما أبهر وأدهش لبنان بأسره وليس صغرتا وحده. الهدف هو دخول جينيس بوك، أو ممكن يكون الهدف مش هيك بس، هو كمان إشباع رغبة وهواية عند صاحب هالفيلا اللي هو شادي. خلينا نروح على بيت بابا نويل صغرتاوي بهالتقرير. المنافسة الميلادية في لبنان تقتصر على أجمل شجرة أو زينة أو أكبر مغارة، بل جديد الزينة الميلادية اليوم منزل بابا نويل في منطقة صغرتا الشمالية، حيث وصل شغف المواطن شادي الشامي بالزينة إلى تحويل منزله لما أسماه بيت بابا نويل، وهو مرشح بابتكاره هذا لدخول كتاب جينيس للأرقام القياسية كأجمل وأكبر زينة ميلادية منزلية في العالم، وهي الأولى من نوعها كاسراً الرقم القياسي الذي يعود اليوم لمواطن أسترالي. شادي اهلا فيك. اهلا فيك، كل عام وانت بخير. جوي نويل. وانت بخير ان شاء الله. بينادى على الجميع. يعني عن جد شو هالجلد اللي عليك؟ شيء حلو، شيء مميز. شيء مميز اكيد، بس انت اللي زينت ولا جبت حدا زين لك؟ يعني لا، انا ساعدت بالافكار. ساعدت بالافكار، كان في كيب عم يشتغل مؤلف من عديلي مهندس مدني فادي جبرائيل كمان، وشاب اسحيا خوري مع اولاده ساعدنا، وانا اكيب وعائلتي، وطلع هالعمل الحلو. قد ايه اخذ وقت معكم؟ 3 شهور. بلشتوا قبل بثلاث شهور؟ قبل 3 شهور. طيب وكسرتوا الرقم القياسي؟ يعني كسرنا الرقم القياسي، الرقم القياسي هو 500,000 لمبه. لمبه اوكي، بس هيدا مواطن استرالي مددهم مد، يعني مدد لمبات مد. نحن لا، عاملين هندسه اضاءه، يعني لوحه ميلاديه عاملين. نحن بتطلع بكل شيء بتلاقي لوحه ميلاديه. لهالسبب نحن متكلين ندخل جينيس بوك اذا الله رد على اساس هيدا الموضوع، على اساس هندسه زيني، احلى هندسه زيني. طيب بلغتوا عن هالموضوع؟ بلغنا مكتب دبي واخذوا السيديات، واذا الله رد عم نتواصل معهم. وان شاء الله بيكون لنا نسبه كبيره، ما اخذنا هالسنه بس اكيد السنه الجاي نحن اكيد. لا ان شاء الله. عم بيصير في زوار لعندك؟ عم بيطلعوا يعني زوار؟ يعني مش ميات، الوف الوف. هيدا بس من كل لبنان. طيب عمول تخولي؟ ما لا مش عاملين ندخلي، هيدا انا عمله فرح. نعم. فرح الميلاد، فهيدا عيد الميلاد. وين بصغرتا تحديدا البيت؟ بصغرتا بالعقبه.
بالعقبة 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 يعني قبل ما توصل على صغرتها بدقيقتين ثلاثة. نعم على مداخل صغرتها تقريبا. وممكن تخليك للسنة إذا ممكن خلي إسا شهرين أكيد. ايه؟ قد ما عم يستكتب عالم كتير زوار قد ما تصور من جميع الطوايف كمان كل شيء في جنسيات عم تجي وحتى سواح أجانب وكل شيء وهيك عمل لك فرح حلو. هذا حلو الموضوع. حلو عامل فرح بنعمل نشاطات للولاد كمان بابا نويل بيوزع كادويات شيء حلو الميلاد حلو الميلاد تسامح بكره ليلة الميلاد بكره ليلة الميلاد شو عامل بالبيت بكره يعني بكره نحن كنا مفكرين انه كل الاولاد بيكونوا ناطرين بابا نويل نعم. عندهم بقى نحن بندعيهم يجوا ياخذوا هدايهم من عنا من بيت بابا نويل حي الله حدا عم يسمعنا يجي على بكره يتوجه لعنا ليلة الميلاد وياخذ هديته في فرح على طول بالبيت عندنا ان شاء الله على طول الفرح حيكون موجود عندك ونحن راح نواكبك اذا الله راد أكيد. لنشوف جينيس بوك اذا راح يتجاوب هالمره لانه إن شاء الله. لانه بيتجاوب مره كل 100 مره معنا هون بلبنان يعني عم يتجاوب يعني كسرت لنا عنا زميلي ريمان جيم انه جاوب معه ولكن 46 ساعة بس ايه لانه كان عندنا نحن مواضيع كثيره تستحق الدخول بكتاب جينيس كان في نوع من التطنيش يعني بس انا بعتله اللي على بده ان شاء الله إن شاء على كل نحن راح نضل نحكي مكتب دبي هو اكثر شيء عم بيهتم نعم. لانه نحن بالفعل بنقدر ناخذها لانه هداك بس مد اضاءه الاكثر ونحن عمل لبناني كله شباب لبنانيه مبين في ايه. في روح رائعه جدا كلنا. بالبيت مثل ما بنتمنى لك انه الفرح يبقى عامر عندك بالبيت وبصغرتك كلها وبكل لبنان